إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا مشرك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، عباد الله، يوم الاثنين الماضي اختتم ملتقى مسلمي فرنسا أعماله. هذا الملتقى وهذا المؤتمر الضخم الذي أصبح محطة لمسلمي فرنسا ولمسلمي أوروبا بوجه عام، الآن هو في حلته، السنة القادمة سيكون السنة 30 لهذا الملتقى وهذا المؤتمر الضخم. 30 سنة من العمل، من التربية، من الدعوة، من التوجيه، من إرشاد المسلمين في أوروبا إلى الطريق السوي، إلى قيم الدين السمحاء، إلى الإسلام الوسطي الحنيف على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العمل وهذا النجاح الباهر، السنة الماضية كان عدد الحضور 150,000. حضرت هذا المؤتمر منذ 20 سنة وكان عدد المشاركين فيه 16,000، ويومها اعتبر ذلك نصرا عظيما للإسلام والمسلمين في فرنسا. 16,000 هذه السنة معاشر الإخوة كان العدد الرسمي الذي أعلن هو 160,000 من الحضور. تضاعف عدد الحضور والمشاركين في هذا المؤتمر إلى 10، وهذا يدل على أن الأمة بخير إن شاء الله تعالى. رغم العراقيل ورغم الضغوط ورغم الكيد ورغم الابتلاء ورغم المحن ورغم حملات التشويه ورغم الحاقدين، فإن الإسلام والمسلمين إن شاء الله بخير. لكن لو رأينا هذا النجاح لابد أن نتأمل في عناصره وأسبابه. لا يمكن أن يكون هذا العمل، هذا التجمع، هذه الحشود الهائلة، هذا العدد الكبير من المسلمين الذين استقاموا الحمد لله وتمسكوا بالدين، منهم شباب ومنهم مسلمين جدد ومنهم ومنهم ومنهم، لا يمكن أن يكون هذا العمل قد جاء من فراغ. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الدين سنن وجعل قوانين. نبدأ بإحدى، أو نأخذ اليوم إن شاء الله قانونين
من قوانين الله سبحانه وتعالى في أمر الدين. القانون الأول والسنة الأولى نراها حينما قال المولى تعالى في سورة الأنفال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال له ربنا عز وجل: هو الذي أيدك بنصره. ربنا تعالى يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه كلها نعم المولى تبارك وتعالى على حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية يرشد ربنا تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المنة العظيمة: هو الذي أيدك بنصره. ما وقف هنا، قال: وبالمؤمنين. سبحان الله، أيد الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بنصر منه وأيده بالمؤمنين. قال المفسرون أن الله تعالى قيض لمحمد صلى الله عليه وسلم رجال، ووصفهم ربنا تعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على الإيمان به، وبايعوه على نصرته، وبايعوه على خدمة هذا الدين. فهذا الدين معاشر الإخوة لم يأتي هكذا، ولن ينجح هكذا. لن ينجح الدين فقط بالدعاء، ولن ينجح الدين بالأحلام والأمال ولو أنها كلها جيدة ومطلوبة. إنما هذا الدين له سنن، سنن هذا الدين نعمل، وأن يكون عملنا عملا صالحا. قال سبحانه وتعالى: والعصر، أقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما قال الذين آمنوا خلاص انتهى الموضوع، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن على المؤمنين أن يكون عملهم عملا صالحا. العمل هو أحد أسباب النجاح. التضحية، المثابرة، الصبر، الثبات، البذل في سبيل الله. حينما نقول البذل أبوابه واسعة، هنالك من يبذل بعلمه، وهنالك من يبذل بكلمته الطيبة، وهنالك من يبذل بدعائه، وهنالك من يسخر ماله، وهنالك من يسخر معارف الناس التي يعرفها ويدل على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدال على الخير كفاعله. هذه أبواب البذل والعطاء لهذا الدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا عمل، وليس أي عمل، أن يكون عمل المسلمين، عمل المؤمنين عملا صالحا. هنالك صفة أخرى ودعوة أخرى جاءت في القرآن، تأملوها معاشر الإخوة. قال ربنا عز وجل: وتعاون. على ماذا نتعاون يا رب؟ على ماذا نتعاون؟ أي شيء نتعاون عليه؟ قال: بين ما يجب أن نتعاون عليه، ونهى ما يجب أن لا نتعاون عليه. فقال عز من قائل في سورة المائدة: وتعاونوا. نداء، خطاب للمؤمنين: وتعاونوا على البر والتقوى. ما هو البر؟ كل خير. وتعاونوا على البر والتقوى، انتبهوا واحذروا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وجدنا هذه العناصر، وكان العمل خالصا لله تعالى، وكان الجهد مبذولا لله، فإن الله سبحانه وتعالى يعين ويسدد ويوفق. لذلك الآية واضحة. ولو سرنا مع الآية اسمعوا، قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي حسبك الله
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذا يكفونك. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: نزلت في الأنصار رضي الله عنهم. قال ابن مسعود تفسيرا لهذه الآية يذكر حال الصحابة كيف كانوا، قال: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أسلم عمر، فلما أسلم رضي الله عنه قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. الله عز وجل يؤيد نصره ويؤيد دينه بماذا؟ بالرجال الصالحين. لذلك معاشر الإخوة، نحن أيضا في هذه الديار نحن شهداء، نحن شاهدين، نحن عباد الله الذين أورثنا هذا المكان، نحن عباد الله الذين استخلفنا على هذا المكان، فيجب أن نعمل أن يكون عمل وصالح، أن نكون ممن يتعاون على البر والتقوى كما أمر الله سبحانه وتعالى. القانون الثاني والسنة الثانية هي متضمنة في هذه الآية، قوله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآية يجب أن نفهمها الفهم الصحيح العميق مع شريك. أولا يجب أن نفهم أن خدمة الإسلام هي شرف للمسلم. ودعونا نوضح ما معنى خدمة الإسلام. بعض الناس يقول: والله أخدم الإسلام، كيف تخدم الإسلام؟ يقول لك: أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأذكر الله. أقول: هذا كله جيد، نسأل الله تعالى أن يتقبل منك ونسأل الله تعالى أن يثبتك، لكن هذا ليس خدمة الإسلام، هذه واجبات الله تعالى عليك وحقوق الله عليك، هذه لا نتكلم فيها. إنما يجب أن نتكلم ونتواصل ونتناصح ونشجع بعضنا بعضا على خدمة الإسلام، بمعنى أن يكون لكل أحد منا دور. دور أن نسأل أنفسنا: ما دوري أنا؟ ما الذي يجب؟ ما الذي أستطيع أن أقدمه للإسلام؟ كيف يمكن أن أخدم هذا الدين؟ كيف يمكن أن أبين معاني ومعالم وأحكام ومبادئ وقيم هذا الدين؟ كيف يمكن أن أدافع على هذا الدين؟ كيف يمكن أن أقدم هذا الدين؟ كيف يمكن أن أغير وأصحح هذه السورة القاتمة على الإسلام وعلى المسلمين؟ ما دوري في هذا كله؟ أين محلي؟ أين مكاني؟ هل أنا من المتفرجين؟ هل أنا من العاملين؟ هل أنا من المنتقدين؟ هل أنا من المثبطين؟ أن هنالك طائفة من الناس لا تعمل ولا تترك من يعمل، وإن رأت من يعمل إنما تثبته وتعرقله وتنتقده وتستنقص من عمل وتشكك في نواياه. هذا مرض معاشر الإخوة ابتلينا به. إنما ينبغي أن يكون لنا موقع، مكان. الله سبحانه وتعالى سائلنا جميعا، عربنا وعجمنا، جديدنا وقديمنا، كبيرنا وصغيرنا، فقيرنا وغنينا، عالمنا وغير عالمنا، سيسألنا الله عز وجل: يا فلان، أنت كنت في ذاك المكان وكنت في ذلك العصر وكنت في ذلك الموقع، ماذا قدمت؟ ماذا خدمت؟ ما رصيدك في خدمة الإسلام؟ بعض الناس يظن أن هذا السؤال هو غير معني به. نعم، كلنا مسؤول. الله تعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. هذا اللسان أنت تستطيع أن تدافع به على الإسلام، هذا اللسان أنت تستطيع أن تدعو به إلى الله، هذا اللسان وهذا العقل وهذا القلب وهذا الكيان أنت تستطيع أن تضعه في خدمة هذا الدين، فتكون جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مفخرة إذن، شرف أن يضعنا الله
في خدمة هذا الدين. طيب لو تخلينا ما هو القانون؟ يقول الله تعالى وإن تتولوا. تتولوا يعني تتأخر أو تتخلف أو تتخلوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله تعالى ألا نكون ممن نستكون أن نكون نحن من الذين شرفنا الله تعالى بخدمة دينه. شرف، هذا شرف، شرف أنك الله سبحانه وتعالى وضعك في هذا المقام، هو مقام، مقام عالي. فوجب معاشر الإخوة أن نتناصح في ذلك كله. أختم إن شاء الله تعالى بمشهدين في هذا المؤتمر، وهذا من الإيجابيات التي نراها ونلمسها بإذن الله عز وجل. المشهد الأول، هنالك معارض كانت لجمعيات ومؤسسات. رأيت جمعية متخصصة في الدعوة إلى الإسلام وفي تعليم الإسلام بلغة الإشارة، لغة الصم، أسستها إحدى الأخوات المسلمات الفرنسيات التي حسن إسلامها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منها هذا العمل. عمل هام وعمل ضخم وضرورة، جاز الله تعالى هذه الأخت على هذا العمل. هذا يدل على أن الأمة انطلقت للعمل والحمد لله، رغم كل هذه الضغوط ورغم كل هذه الانتقادات. الذي يرى الساحة الإسلامية يرى أن الانتقاد والهجوم أكثر من العمل، لكن ذلك لم يثبت الصادقين والمخلصين والراغبين في خدمة الإسلام أن يتقدموا والحمد لله. هذا عمل طيب، ترى أن جمعية تخصصت في الدعوة إلى الإسلام وفي تعليم الإسلام لطائفة من الناس لا يفهمون لغتنا، وهذا يدخل في ما أمر الله تعالى به. الله سبحانه وتعالى بعث كل إمام وبعث كل نبي بلغة قومه، هذه وسيلة من وسائل تبليغ الدين اجتهد فيها بعض الناس، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يسددهم. إذا نحن الآن انتقلنا معاشر الإخوة من مرحلة العمل العام بناء المساجد إلى عمل متخصص، بدأنا نرتقي، وهذه إشارات. المشهد الثاني هو لمؤسسة يقوم عليها بعض الشباب في فرنسا. هذه المؤسسة تعنى برصد طاقات أبناء المسلمين في المعاهد والمدارس، تبحث تجد من فيه نباغة ونباهة ونجاح فتتابعه وتوجهه وترتقي به إلى أن تصل إلى بعض المعاهد المتخصصة، معاهد النخبة، وهي مجموعة من الشباب جزاهم الله خيرا، ذكروا أعمالهم وبدأوا الحمد لله يوجهون بعض الشباب من الإخوة والأخوات إلى مواقع مهمة، وهذا يدل أيضا على أننا بدأنا نرتقي والحمد لله. هنالك عمل متخصص، هنالك روح للعمل، وحينما يرى هذا العمل يقوم عليه بعض الشباب هذا يثلج الصدر معاشر الإخوة. وهذا يحتاج بداية إلى الدعاء لهؤلاء بالتوفيق والسداد، ويحتاج إلى مساعدة، ويحتاج إلى أن نقدر هذا العمل. هذه مسألة دائما نعود إليها، لماذا؟ لأن عندنا كما قلت أغلب الناس متفرجين. لو جاء بعض الناس يقول ما هذا العمل؟ هذا عمل ليس له أي قيمة، ليس له أي أهمية. لكن بعد سنوات إن شاء الله حينما نرى الثمرة ونجد أن هنالك طبيبة مسلمة، ونجد أن هنالك محامي مسلم، ونجد أن هنالك مهندس مسلم والطيار مسلم ولا أدري ماذا، نقول هذا عمل الحمد لله عمل طيب. إذن نحن لا نلتفت إلى هذه الانتقادات الفارغة وإلى هذا التثبيط الذي يقوم به بعض الناس وإلى هذا الاستنقاص. هنالك بعض الناس يقول لك والله ليش ما هو مسجد؟ طيب تعال انظر ما هي المسؤولية التي على المسجد. لو رأيت أن المسجد ما يقوم به وما يغطيه المسجد من واجبات ومن خدمات يقدمها للمسلم لعلمت أن هذا خيرا كبيرا والحمد لله. حينما يموت مسلم من الذي يغسله؟ من الذي يقوم عليه؟ المسجد إخواني وإخوان المسجد وأبناء المسجد.
حينما يكون هنالك مشكلة من الذي يسدها؟ هذا عمل، هذا العمل يحتاج أولا إلى تقديره. هذه أول درجة، يجب أن نقدر العاملين أيا كانوا. العامل لا يعني ذلك أنه لا يخطئ ولا يقصر. سبحان من لا يسهى ومن لا ينسى. إنما علينا أن نتعلم معاشر الإخوة ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. هذا المكان الذي جمعنا هو والحمد لله ثمرة عمل لإخوة، بارك الله فيهم جميعا. هذا ثمرة عملكم إخواني، مشاركتكم السنتيم والفرنك هذا كله يدخل إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا. إحنا علينا أيضا أن نقدر أعمالنا، أن نقيمها، أن نحافظ عليها، وأن نسعى جميعا إن شاء الله تعالى إلى تطويرها، وأن نفتخر أيضا بهذه المكاسب كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فريفراتيلي، vi porto alcuni messaggi di il più grande congresso dei musulmani in Europa, quello che è finito lunedì scorso a Parigi, che è diventato un appuntamento per i musulmani, per la comunità musulmana, non solo in Francia ma in tutta l'Europa. Mi ricordo che ho partecipato 20 anni fa a questo congresso. In quel giorno hanno detto che i presenti erano 16.000 persone. È stato considerato come una grande vittoria, un grande successo. 16.000 persone presenti a quel momento lì. L'anno scorso hanno partecipato, fratelli, 150.000. E lunedì hanno dichiarato i partecipanti che sono 160.000 presenze, che vuol dire 10 volte dopo 20 anni. 10 volte sono moltiplicati. E questo veramente ci dà una gioia da una parte, ci porta una fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala, nel futuro dell'Islam. Malgrado questi attacchi, malgrado tante critiche, malgrado tanti disturbi, malgrado tantissimi problemi, mancanza anche di mezzi, malgrado questo, alhamdulillah, l'Islam è una buona salute. 160.000 in Francia, fratelli, non sono pochi. Se un giorno prima 10-20 anni non si può mai immaginare questo successo, ma questo prima di tutto grazie e grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, ma grazie anche di un lavoro fatto, un lavoro lungo, una pazienza, un investimento di persone che hanno volontà per servire l'Islam, difenderlo e presentarlo sul miglior modo possibile. C'è dietro un percorso di lavoro, c'è un impegno che si vede. Noi oggi leggiamo due regole della religione, inshallah. La prima, tramite il versetto di Surat al-Anfal, dove Allah subhanahu wa ta'ala, il bottino 62, ha detto al suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un messaggio che andiamo a analizzarlo inshallah, perché certi pensano che l'Islam, la religione, viene così, ci basta fare il dua. Il dua è molto importante, ma non solo il dua. Certi fanno delle speranze, le speranze sono buone, abbiamo bisogno anche, ma non solo questo. Importante l'impegno, il lavoro dei credenti insieme anche, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Asr,
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وتشيتو كريدنتي من أديتو كريدنتي بوي فينيتو لي i credenti, i veri credenti sono quelli che lavorano e non solo un lavoro così, un lavoro giusto, un lavoro corretto, un lavoro che parte dalla fede, sincero. Poi Allah subhanahu wa ta'ala anche in Surah Al-Ma'idah ha chiamato i credenti di aiutarsi tra di loro. Aiutarsi per cosa? Per il bene. Aiutatevi l'uno l'altro in carità e pietà. E non sostenetevi nel peccato, nella trasgressione. Versetto 2 della sura 2, 3 della la tavola imbandita. Surat al-Ma'idah. Chiaro il messaggio. Allah subhanahu wa ta'ala ha chiamato i credenti di lavorare insieme, di aiutarsi nel bene. Quanto dico il bene è largo. Uno può portare un contributo finanziario, uno con la sua scienza, uno con la sua pazienza, uno col suo dua, ma è importante mettersi con i credenti a lavorare. Perché questa è una grandissima domanda che Allah subhanahu wa ta'ala ci chiede, ognuno da noi, cosa che ha fatto per l'Islam? Certi dicono, ma io sto pregando, alhamdulillah, sto leggendo il Corano, faccio il mio digiuno, bene, tutto questo bene, Allah accetta di te. Però tu non hai fatto, non hai servito l'Islam così. Servire l'Islam vuol dire andare al livello più alto a dare un contributo alla religione, presentarla verso gli altri, correggere l'immagine storta oggi dell'Islam. Questo è un impegno. Difendere la religione. Aiutare le persone per capire meglio. Aiutare i tuoi fratelli per andare in modo corretto nell'Islam. Tutto questo è un lavoro per l'Islam. Ci sono tanti altri lavori. Questo che dobbiamo farlo noi, anche inshallah, come hanno fatto i nostri fratelli in Francia. Si sono impegnati su questi 30 anni per arrivare a questo livello. 160.000 partecipanti in questo congresso. Non sono arrivati dal vuoto questo. Questo è un frutto di un grande lavoro dietro. Un lavoro giusto, un lavoro saggio, un lavoro con tanta pazienza. Perché, alhamdulillah, noi musulmani in Europa abbiamo subito tantissime prove, attacchi. Però noi non siamo andati nell'estremo, non abbiamo passato a essere terroristi. Questa non è la nostra strada. Abbiamo mantenuto la nostra linea, alhamdulillah. Abbiamo avuto il comportamento saggio, coraggioso, di mantenere una regola, una linea corretta dell'Islam, alhamdulillah, malgrado tutti questi attacchi. E questo non è facile, fratelli, non è facile. Di tutte quelle provocazioni non hanno portato i musulmani d'Europa di essere criminali o di essere terroristi. Questo grazie a Allah subhanahu wa ta'ala, questo è il suo aiuto e questo è anche il lavoro dei nostri sapienti, dei nostri imam, dei nostri intellettuali, di guidare e di orientare la comunità musulmana sulla strada giusta, siratullahi al-mustaqim, la retta vita, la retta via. Tornando al versetto di Surat Anfal, il bottone 62, dice Allah al suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e lui che ti ha soccorso con il suo aiuto e l'appoggio dei credenti. E l'appoggio di chi? Dei credenti. Quindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam con lui erano degli uomini che hanno portato l'Islam, che hanno servito l'Islam. Dice Abdullah ibn Mas'ud, un compagno del profeta sallallahu alaihi wasallam, a proposito di questo versetto, ha detto che noi prima dell'Islam di Umar non abbiamo potuto fare la preghiera nella Kaaba, talmente
siamo deboli. Anche con il profeta alayhi salatu wassalam, l'Islam di Umar ha portato un appoggio forte ai musulmani. E dopo abbiamo fatto una preghiera con Umar nella Kaaba. Un esempio questo. Quindi il profeta sallallahu alaihi wasallam non lavorava da solo. Erano con lui di persone corrette, giuste, credenti. Hanno la volontà, la voglia di servire queste religioni. Questo che abbiamo bisogno anche noi oggi, inshallah ta'ala. Abbiamo bisogno di queste qualità. L'Islam non può andare così avanti senza queste regole. Questa è una legge che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto. Abbiamo bisogno di credenti, abbiamo bisogno degli uomini che hanno la voglia, hanno la volontà di servire l'Islam, di portare un contributo all'Islam. E questo sarà un onore. Passiamo alla seconda regola, la seconda legge, che Allah subhanahu wa ta'ala dice: se voi abbandonate, se voi non rispondete all'appello di Allah subhanahu wa ta'ala per servire la sua religione, ci porta altre persone. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Questa è anche una regola di Allah subhanahu wa ta'ala. Se noi non siamo all'altezza, se noi non abbiamo fatto quello che si deve, non abbiamo servito questa religione, allora Allah subhanahu wa ta'ala porta altri che sono meglio di noi. E questa è anche una legge di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi per questo dobbiamo pensare che un onore se noi siamo un posto per servire l'Islam. Di noi tutti, questa è la responsabilità di noi tutti. Non si può dire questo è la responsabilità solo della moschea o di responsabili della moschea o di questo o di altro. Noi tutti siamo ambasciatori dell'Islam. Dobbiamo difenderlo, dobbiamo presentarlo bene, dobbiamo correggere la sua immagine e dobbiamo servirlo con un lavoro profondo, con un lavoro sincero. E troviamo dopo i risultati, inshallah ta'ala. Concludo con due buone iniziative che ho visto in questo congresso. La prima è il stand di un'associazione specializzata nel lavoro di comunicare, di insegnare l'Islam e di portarlo ai muti che non capiscono il nostro linguaggio. C'è una sorella francese, musulmana, che ha fatto questo lavoro con un gruppo di persone che collaborano con lei. Questo significa che, alhamdulillah, Rabbil Alamin, finalmente siamo passati dal livello basso al livello alto. Stiamo andando a tante vie per servire questa religione. Questa iniziativa merita da noi, prima di tutto, un dua, chiedendo Allah subhanahu wa ta'ala che aiuta la nostra sorella e questa squadra che accetta da loro, perché questi hanno riempito un vuoto che noi tutti siamo responsabili, noi non possiamo farlo. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha portato gente al nostro posto per farlo, alhamdulillah. Dobbiamo vedere le cose in questo modo, fratelli. Quanto noi abbiamo una moschea, quanto la moschea sta portando tanti servizi ai musulmani, dobbiamo dire alhamdulillah che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha aiutato a questo. Allah ha portato certi fratelli che nessuno li paga, che stanno lavorando per questo, al mio posto alla fine. Alhamdulillah, che Allah li aiuti tutti, inshallah ta'ala. Dobbiamo pensare in questo modo, fratelli. La seconda iniziativa di un'associazione che lavora per aiutare, per sostenere i figli musulmani, i giovani
rilievi, studenti, che davvero sono persone che hanno grandissima capacità. Aiutano queste persone per orientarle e per portarle a entrare in certe scuole e istituti dell'elite, di quelle che sono, mashallah, nell'alto livello di scienza. Quello che fa piacere davvero trovare che questa iniziativa è fatta di giovani musulmani, alhamdulillah. Questi giovani che certi hanno pensato che loro non sono in grado di fare nulla, che sono lazzaroni, che sono niente, troviamo di loro, mashallah, giovani, pieni di energia, che stanno lavorando in modo corretto, giusto, per l'Islam. Questo è bene, questa è una buona iniziativa. Dobbiamo incoraggiarli, dobbiamo aiutarli. Facile criticare, fratelli. Facile criticare e dire questi cosa stanno facendo. Certi anche passano ad altro livello che è grave, dire questo non serve a nulla. No, no, questo niente. Cosa stanno facendo questi? Prendono soldi per aiutare chi vuole essere avvocato, chi vuole essere medico? No, non è giusto pensare in questo modo. Noi abbiamo bisogno anche di questi. Quando domani troviamo che c'è una ginecologa musulmana, alhamdulillah, troviamo un architetto, troviamo il pilota, troviamo il medico, troviamo che quello che, mashallah, che ha servito la sua religione, ha servito l'umanità. E questo alla fine è un bene per chi? È un bene per l'Islam. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, fratelli. Dobbiamo valutare tutte queste buone iniziative. Dobbiamo prenderle come una buona notizia che ci porta a noi a avere gioia. Alhamdulillah, finalmente ci sono persone che lavorano in queste direzioni. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Questo ci porta dei buoni risultati nel futuro. Forse oggi noi non vediamo queste iniziative che sono interessanti, però dopo che vediamo i risultati possiamo vedere bene, in modo chiaro, cosa ha servito. Tutte queste buone iniziative, anche se sono poche, però con l'aiuto di Allah, con l'aiuto di persone giuste, andranno bene, come il lavoro che era in Francia, cominciato con poche persone, arriva quest'anno a 160.000 persone di presenti in questo congresso. Tutto questo è un lavoro che è stato fatto, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Noi anche dobbiamo valutare i nostri lavori, fratelli, perché talmente ci sono critiche, talmente ci sono attacchi, abbiamo perso anche questa energia, abbiamo perso anche questa voglia, questa motivazione, l'abbiamo persa. Mentre se noi guardiamo bene e valutiamo il nostro bene, quello che stiamo facendo, inshallah, non per dire questo che noi stiamo facendo tutto giusto e corretto, no, non è possibile questo. Dobbiamo essere esseri umani. Però valutare, come ha detto il Nabi alayhi salatu wassalam, la yuhaqqiranna ahadakum min al-ma'ruf shay'an. Non dovete minimizzare niente di bene. Quel poco che vedete da Allah subhanahu wa ta'ala è grande, è sincero, è giusto e corretto. Poi con pazienza arrivano i risultati, i buoni frutti, inshallah ta'ala. Chiedo Allah l'Altissimo, inshallah, che ci aiuta noi anche per essere servitori di questa religione, inshallah ta'ala. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayta innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la ya'izzu man 'adayta wa la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'alayta allahumma a'izz al islam wal muslimin wa'li bi fadlika rayata al haqqi wad din allahumma farrij karb al muslimin fi kulli makan ya rabb al 'alamin allahumma inna نسألك ونستجديك ربنا أن تفرج كرب أخواننا في سوريا اللهم فرج كربهم اللهم شد أزرهم اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من عطش واكسهم من عرى وآمنهم من خوف يا رب العالمين وآمنهم من خوف يا رب العالمين اللهم اعصم دماءهم اللهم اعصم دماءهم وأعراضهم
اللهم إن لنا إخوة يذوقون الويلات في سوريا، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم عليك بظالمهم، اللهم عليك بأولئك المجرمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم كف شرورهم على الناس، اللهم كف شرورهم على الناس، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمتنا يا رب العالمين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم فرج كرب أخواننا في فلسطين، اللهم بيت المقدس أعده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين 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 آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.